ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر الله، بنقضي وقت من أجمل الأوقات في دير ماري جرجس بالرزيقات،
باحتفالات ماري جرجس، احتفالات عظيمة جدا، و يعني أجمل ما فيها إن الناس فرحانة وبتقضي وقت كله فرح، وبتقضي أوقات يعني ما بين الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية والحياة الكنسية أساسا طبعا. في يوميا في قداسات وفي عظات يوميا مساء، وفي يعني تراتيل وألحان في الإذاعة بتذاع على كل الناس، وبقدر وبعدين في آباء كهنة بتخدم مدارس الأحد، بيوزعوا نبذات روحية على الخيام كلها بنفس الآباء، يعني نفس الآباء الكهنة بينزلوا بيوزعوا البامفلت او يعني كلمات روحية جميلة جدا بتتوزع على الناس. اولا هو الاحتفال بتدشين اول كنيسة على اسم ماري جرجس في اللد في فلسطين، الاحتفال ده الاعاد لنشاط روحي قداسة البابا شنودة الله يريح نفسه. كان زمان هنا في حاجات كتيرة غلط، لما بعت انبا غاصن معروف ان هو يعني شاطر في الحاجات دي، شال كل الحاجات دي وحول الاحتفال الى احتفال روحي. نفس الحكاية في مسترود، نفس الحكاية في كل مكان كان بيبقى فيها طبل ورأس وحاجات كتيرة مش حلوة. نشكر ربنا دلوقتي جميع الاحتفالات اسمها احتفال، لان زمان كان بيسموها مولد، احنا ما عندناش موالد، احنا عندنا احتفالات بالقديسين. فنشكر ربنا غالبية الناس بيستفيدوا، بيوزعوا دلوقتي نبذات صغيرة كلمات جميلة رائعة على كل الشعب. ده حمام بيطير بالليل من الدوشة، الحمام ما يحبش الدوشة، فلما بيسمع دوشة وهيصة بيطير. أما بقى ظواهر روحية دي يسألوا الناس اللي بيقولوا عليها، أنا شخصيا ما شفتهاش، لكن الحمام حمام طبيعي ممكن يطير بالليل، بس بيطير بقول لأن سمع هيصة فبينزعج فبيصحى يطير شوية ويرجع تاني. ده حمام طبيعي يعني مش مستورد. يعني الحقيقة احنا عاملين كل سنة بنعمل بيتغير نظام، يعني السنة دي في مجموعة من الكشافة اللي موجودة من أرمنة الحيط جنبينا ساهموا معانا في تنظيم الاحتفال، لأن أحيانا الشباب من انفعالاته وعاوز يعني كده فبينط، وبعدين يعني المسيرة بتاعت الدورة بتبقى صعبة، لكن نشكر الله دلوقتي حاجة زي الفل يعني في تنظيمات، ونشكر ربنا حطينا أساسات برضو جديدة، أنشطة جديدة في دورة التنمية والكلام ده، وأسسنا أوض جديدة كتيرة عشان الناس اللي هتقيم عندنا، وشغالين برضو كل شوية بنأسس أماكن أخرى تنفع وحاجات جوه الدير، يعني حاجات كلها جديدة نشكر ربنا. أولا أشكر جدا قناة ميسات لاهتمامها بتغطية هذه الاحتفالات، الحقيقة دي حاجة مهمة لأن دي علامة في كنيستنا، محبة الناس للقديسين حاجة جميلة احنا بنفخر بيها. يعني أنا ليا أسبوع في أسيوط كل مسأل كل يوم 7-8 أتوبيسات، إيه ده؟ كل يوم 7-8 أتوبيسات من أسيوط كل مسأل لحد ده الصدورة يا ماري جرجس الرزيقات. في محبة في قلب الأباط للقديسين وفي علاقة مع القديسين، فدي علامة يعني علامة مهمة في كنيستنا، يعني أشكركم أن أنتم بتغطوا هذه الاحتفالات. أما بالنسبة طبعا كل يوم في جديد في التعمير في الدير، ودي حاجة مفرحة جدا بتريح الناس، إنما فرحة الناس بالعلاقة العميقة بالقديسين، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، زائد أن كل واحد ليه علاقة مع ماري جرجس بصراحة. يعني كل ما تشوف واحد كده يحكي لك حاجة عن ماري جرجس ازاي انه سريع الندم، فدي حاجة مبهجة. امبارح اثناء الدورة انا شايف 2 بيبكوا، دول ناس رافعين قلبهم بجد بيستشفعوا بالقديسين، وربنا يعطي جميع الناس يا رب ثقل قلبهم ويزيد ايمان الناس بشفاعة القديسين. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر سيدنا البابا
الذي بيقبلنا بمحبته وبيبعت لنا الاباء الاسقف بيركونا في هذا الاحتفال. ونقول له سيدنا البابا كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد احتفال دير الشهيد العظيم مجلس برزقات وبمناسبه تجليسك السابع وعقبال 100 سنه سيدنا والى منتهى الاعوام. ونشكر الاباء الاسقف الاجلاء الذي باركونا في هذا الاحتفال، نيافة الأنبا هيدرا مطران أسوان، ونيافة الأنبا مرقس مطران شبرا خيمة، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوس، ونيافة الأنبا يؤنس أسقف أسيوط. نشكرهم على محبتهم وتعبهم معنا، ونشكر قناة نيسات، ونشكر سيدنا الأنبا أرميا الذي بيقبلنا بمحبته وكل سنة يبعت لنا القدام والشباب الحلوين اللي بيباركونا في هذا الاحتفال. ونشكر ربنا كل سنة من كل عام بنحتفل بهذا اليوم من 1 هطور إلى 7 هطور. احتفالية دير الشهيد العظيم الجرجس، احنا كنا نيجي واحنا أطفال زمان وكنا نفتكر الأحداث اللي كانت تحصل في الدير. كان سبوع بيبقى من أروع يعني الأيام في السنة، خاصة بالنسبة للشعب يعني إسنا والأقصر وأرمنت، كانت لسه باقي الوفود كانت تجي بعدين يعني باقي البلاد وكده، فكان ليها يعني مراسم خاصة كده ونحضر. إحنا كان نيافة الأنبا بموة خوري بسكوبس كان ماسك رئيس الدير، فكان ليه يعني نعمة كبيرة وبركة كبيرة خالص في الدير. الموسم الكل بيستناه من السنة للسنة والكل بيبقى فرحان بيه، وطبعا في طابع ديني حلو جدا لأن الدير في بركة كبيرة كتيرة قوي قوي. وطبعا هنا الأنبا هيدرا الله يديه الصحة بيعتبر يعني حاجة حلوة من الزيارات اللي بيهتم بيها الناس، يعني الناس بتجي هنا الدير وبتزور البطل شيء يعني ما يتوصفش يعني بفرحة كده. وزيارتهم لسيدنا هيدرا بتبقى برضو طابع جميل جدا، يعني كأنه هما بيعملوا زيارتين في وقت واحد. هو الدير صراحة يعني من الأديور الجميلة جدا، الواحد بيحس فيها براحة نفسية مهما الواحد سافر وزار كتير واتفرج، لكن دايما بيحن هو لازم يجي هنا، وبالذات كمان فترة الموسم. يعني احنا الدير قريب مننا في الأقصر، لكن احنا بنحب دايما فترة الموسم بحيث تبقى فرصة ان احنا نتجمع كلنا كالأسرة والعيلة. زيارة مرج جرجس لازم الواحد يحرص عليها، دي من الأجداد لغاية يومنا هذا. أنا وولادي لازم ناجي دير مرج جرجس كل سنة ونزوره، وان احنا أساسا بنجي لمرج جرجس في الرزيقات 1995 كان معايا الوالدة امتثال فوز سوريال، وجينا سجلنا زيارة وبيتنا وشفنا الحمام وشفنا مرج جرجس وربنا عمار يا مصر وعمار يا مرج جرجس. أنا 95 لما جيت كان هو، لكن أسا منظم شغل نظيف شغل كويس، ربنا يدوم عليكم ويعمر بلدنا. ودائما نحب بنقول ربنا يجعل كنائسنا وأديرتنا مفتوحة يا رب.